فبقى عندك احساس بالذاتية انه ما ينفعش حد ينتقدك، فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي انا، علشان كان حقك ان انا اقول كده لكني مش هطبل لك. اه بس بيقولوا لي دلوقتي ان في عيلة مبرهين فايق خد مرتضى غسيل ومكتب، لو هو كده ما انا هاخد امه غسيل ومكتب. يا برينا فايق هاخد امك غسيل ومكتب وهحكي لك من القناه اللي انت فيها. بلاش اللي تاني، بلاش اللي تاني، والله العظيم ده عرق قلبي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وكتب فيء من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك: الوضع الرياضي أقرب منه إلى الانفجار قبل أي وقت مضى، كم من العبث والهزل لا مثيل له، إحباط يأس لا شيء في الوسط الكروي يتغير إلا للأسوأ، اللهم لا تحملني ما لا أطيق وأنت تعلم غيرك لا يعلم. وشهدت الساعات الأخيرة اتصالا مكثفا بين مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمستشار محمد عبد الصالح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة لإقناع الأخير بالعدول عن الاستقالة التي تقدم بها لمجلس الجبلاية قبل ساعات. هل تم إيقاف كهرباء مدى الحياة في بيان من الفيفا؟ أكد الإعلامي محمد شبانة أن محامي محمود